L'extrait اللي سمعته من أغنية قعدت غرافي في الميموار تاع كامل les Algériens كبار وحتى صغار ناس كبرت عليها وناس قعدت حتى لذوكا تحبها الأغنية اللي ترسخت في تاريخ الأغنية الريوية الرومانسية في الجزائر الفنان هذا اللي حبيتوه وحتى بكيتوا عليه نهار اللي فقداته الساحة الفنية في مثل هذا اليوم le 29 سبتمبر 1994 أكيد كامل عرفتوه حسني شقرون أو الاسم الفني الشاب حسني اليوم من بلاطو الجزائرية راح في هذه السهرة نكرموا فيها هذا الفنان الكبير اللي يعتبر من أحسن الأصوات الجزائرية في هذا الطابع الموسيقي وأكيد راح يكون معايا مجموعة من الفنانين اللي كانوا حاضرين معاه ويعرفوه عن قرب وحتى سمعوا أغانيه وتأثروا بها على صوت بيانو المايسترو طارق قادم راح نستقبل هاد الفنانين ولكن قبلها راح نشوفوا هذا الفيديو حول بيوغرافي تاع الفنان ونرجع لكم أستاذ قانا المغناوي والفنان حكيم صالحي مرحبا بكم معنا في هذه السهرة بارك الله فيك صح الله يسلمك نبدأ بك أستاذ قانا المغناوي أنت من الفنانين اللي رافقوا المرحوم حسني وشفناك أكثر اللي كانت الأغنية اللي دارت شهرة بزاف هي أغنية قعنسة نعم اللي كنت معاه في الكليب بلا ترومبات احكي لنا شوية على احتكاك الفني اللي كان معاه هذاك احنا في الحقيقة كنا أصدقاء قبل الأغنية وكنا نخدموا في رحبة بزاف وعلاقة هذاك الكليب يعني باين كاين المخرج حمد محروق وكان معاه البروديكتور تاعنا ديسكو مغرب بوعلام هما اللي تفاهموا باش نكونوا كيف باش نكون معاه سير كليب وطلبوني وما ما رفضتش لان كان شاب حسني كان عزيز عليا بزاف يعني الصداقه ديالكم ما كانتش غير فنيه كنت قريب ليه كصديق كنا اصدقاء قبل بالاغنيه الله يبارك نروحوا لك حكيم انت من الفنانين الله يرحمه ويرحمه عليه نرجعوا لك قانا مغناوي احكي لنا زيد احكي لنا شويه على الشاب حسني تفاصيل اكثر الالبومات اللي ما كانت اللي تسجلت اخر ايام قبل ما يموت وما خرجتش اغاني اللي مازالت قاعده حتى لدوكا في استوديو مازال ما شافتش النور الشاب حسني الله يرحمه كان انسان حساس كان اغنيه ما يغنيهاش حتى تقيسو حتى يتقاس كان كيغني يغني يأدي من قلبه يعني كفاهمني كان يحب بزاف سنتيمونتال باسكو هو ديجا حساس حنين بزاف هو حنين بزاف واش نحكي لك عليه كانت تعرض عليه بزاف لي تيكست لي شونسون شكون اللي كان يخير له لي شونسون ديالو يخير هو يخير بصح كان يحب بزاف وليد المكي سميه ولي محمد نونة هذا هو اللي كتب تاع الفيزا هو اللي كتب المير تاعو هو اللي كتبهم كان يحب بزاف الاغاني تاعو كان يجيب له بالكرطه تاعو لا باش هو كان يافي دي مومون ولا خمسه هذاك عنده مير ديو سون جو كرو ولا مش سون بريمي البوم سون بريمي البوم ما يتسانكريب ما يديش الزهوانيه سي سون بريمي البوم الزهوانيه البراكه تاع البراكه سيس جو كرو هكذا وعنده البوم مع نوريه شابه نوريه ديو وعنده تانيك عندي والله ما ربي بلو انا حوايج اللي ما نساوهمش لي شونسون وشكون اللي فيهم اللي حبيته بزاف شكون الديو اللي عجبك اللي كان مع صوت الفنان المرحوم شكون اللي عجبك فيهم كامل انا ما يعجبونيش لي ديو تاوعو انا يعجبوني لي شونسون كيكون سولو هو وحده ما تحبوش يكون صوته مع فنان واحد اخر ما عجبونيش واش دار ما عجبونيش زعما ما عجبونيش زعما فور مي كيما تقولي بار اكزومبل طال غيابك غزالي غنيه بصراحه تشوف باللي صوت الفنان حسني لازم يكون وحده
تقتل. انا جبريفر نسمع وحده هكذا. ايه مي سينون لو كان كون صدقت ودار دي ديو واحد سوريا كيني تاني عندها ديو معاه. سوريا كينان. سوريا كينان الله يرحمها. سوريا كينان. مي على بالك سوريا كينين الله يرحمها. الا ريان افور مع ستيل تاع شاب حسني بالك هو حب يغير شويه لافوا ديالو في الرومانسي تو سا حب يدير ميلونج فيزيون معاه. جو كروا سي با لوي جو كروا ما كانتش فكره تاعو بالك المرحوم رشيد فتحي هو هو اللي سجلوا هذا الالبوم هذا وسوريا كاينين هذه كانت راجلها كان يخدم مع حسني عند شاب خالد عند رشيد في الاستديو كانوا يسجلوا وطاحت اوكازيون باش يسياو يزون يسيي بالك ينسجموا الصوت تاعها وتاعو هي تاني الله يبارك عندها صوت هذه شهادات كبيره وحنا نرسخوها كما يقولوا على لسانك قال المغناوي ما نروح نزيدوا نشوفوا شهاده واحده اخرى تاع على الشاب حسني. معليش حسني تسمى تعرفنا مع الاغلبيه هنا في الاستوديو ستوديو كانوا يجوا دي شونتور هنا كانوا يجوا الزهواني فاضيلة صحراوي فتحي الله يرحمه عليها حسني جاء من بعد حسني جاء من بعد وخالد تاني جاء هنا أيا تعرفنا معاه حسني دقيس كان يغني جون راي ما كانش يغني الغنى سونتيمونتال بدية تاعه بصح من بعد ولا يغني في سونتيمونتال سونتيمونتال كيفاش ولا فيه واحد النهار كان هنا واحد اسمه الشاب ياسين هذا من بلعباس غنى واحد الغنية مغنيها حسني عاودها حسني وبلوتو تاع البيضة مون امور البيضة مون امور جيت هنايا قلت لحسني من خرج منها من ستوديو قلت لحسني بلي ودي كاين واحد الغنية شابة تاع الشاب ياسين شاولا إلا قبلك طلبه من الناس ما باش يعطيك الاغنيه غنيها له الحق تاع ربي قال عليها وما تبخلش عليها الشاب ياسين قال له ودي ما كاش مشكل غنيها بصح قعد شحال باش غناها عليها دخل في سونتيمونتال عجبتها الدعوه تري بيان بعد ما شفنا هذه الشهاده كاين لا جينيراسيون تاع دوكا يعني بعد وفاته وتوصا مازال تسمع هذه الاغاني وعلاش في رايك انت كفنان كيفاش تحللها هادو شي واضح ماشي غير تاع حسني اللي مازال من القديم كاع مازال وحي تعلمت انا دوك تشو لونسيا بارسكو غنى هذا تاع حسني مخدوم يعني من في رايك الاغاني اللي دوكا ما توصلش انها ترتقي المستوى الموسيقي تكنيكمون ولا حتى لي زارونجمون حتى اللحن اللي عم يديرو يوصل المستوى تاع لا جينيراسيون اللي دوكا عندها لا كرياسيون دوكا عندهم دوكا تعرف واش عندهم عندهم كومون ديراج تطور الدنيا تطورت بزاف او نيفو تاع لو سون او نيفو حنا ما كانش عندنا هاد اللي قام اللي راهي دوكا حنا ما كانش عندنا في لي ستوديو اللي كانوا هذاك الوقت ما كانش حنا كنا كان عندنا ستوديوات ماشي كيما تاع دوك دوكا في لي ستوديو لو سون حاجه واحده اخرى ميكساج تو بصح غنى تاع بكري مازال حي علاش شي ظاهر باسكو الكلمة الناس اللي كتبوها قويين بزاف ما كانش الرولاف تاعهم يعني في رايك انه الاغنية الكلمات هما يأثروا أكثر من اللحن 90% واللحن تانيك اللحن يتزاوج مع الكلمة اللحن والكلمة والصوت حاجة أخرى تانيك والأداء نتاع المطرب كي يأدي الأغنية يزم يحس بها ماشي يغنيها هكذا باش يكمل برك ياك سي حكي ما هكذا ولا غلط يزم هذوك الكلمات هذوك يزم ياثروا فيه باش يغنيهم هذه وحده وبكري يخافوا بكري لي شونتور يدخل يخاف يولي هاك يدير حاجه كانت لا كونكورونس بزاف هذاك الوقت بالك كانوا ديفوا ما كانش كونكيرونس كان نصرو كان خالد كان واحد يعني ما يحبش الاخر بصح سي با لا ميم شوز يا في ان راي ديفيرون دوكا تقولي خالد وحسني شكون اللي خير؟ ما كانش منها خالد عنده صوالح وما يديرهمش حسني وصوالح اللي يديرهم حسني ما يديرهمش خالد دوك قولي جلطي بار اكزومبل عبد الرحمن جلطي ديفيرون ستيل قال المغناوي جي مون بروبر ستيل واحد ما كان يجيني الاخر
يافي دلا بلاص بور تو لو موند. حكيم حكيم في رايك انت نفسك. سمحي لي كان انت تعقل مليح هذاك لي زاني زاني 87 88 تترابل على بالي تعقل على كلش. ما تشفاش كانوا 10 15 سوكسي في المارشي يمشوا فيه 10 15 مارش. والله جو مرابان. بورتون بورتون نكمل نتبع كلامه. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. Mais qu'est-ce que les moteurs les poussaient l'artiste? Parce que tu es un peu de musique, tu es un peu de musique. Justement, on a connu Choufo qui m'a dit Gansa, quand tu es un peu de musique, donc l'émission, on a connu Choufo. Et les téléspectateurs et le public, il était sévère. Wallah, il était sévère avec l'artiste. Donc l'artiste, il. Qu'on a un retour, c'est ma. Pourtant, les succès d'Arsenal, ils ont des covers ou d'Arubihum les succès. Bien sûr, bien sûr. Hajel, les tsujils. Dans un PC, في دار عمرها ما تقعد 20 ans 30 ans حد اشهر ودايم الله تروح الناس سجلوا في الديور الدار بي سي كارتسون وسجل وبيبليو في اليوتيوب عن بالو بالخف يدير اسم بالخف ماشي بافاسيل لازم لازم عبد باش يدير اسم يزم يخاف افون تو يزم يكون عنده خوف ثقافي خوف يخاف على روحه من الغنى اللي يغنيه والكومبوزيتور يخاف على اسمه كي كومبوزي واش هو يهضر خويا يخدم سي اون اكسبيريونس كي اون تران دو بارلي سي با كان المغناوي اكزاكتومون حنا الشهاده تاع الاستاذ كان المغناوي لي دي جينيراسيون جزاو عليك حنا واش نطلبوا ما شبعتش القصره ديالكم اليوم وحضوركم هذا يشرفني بزاف بزاف ولكن حكيم وكان عندنا فنانين مازالوا راح يحضروا معنا ويكرمونا في هذا الصرف الفني وانا فرحانه بزاف بكم لكم معايا اليوم شهاده مولاه وانا احنا ثاني لازم نسمعوا الكلمه الاخيره ديالك في هذه السهره. الكلمه الاخيره هي نشكروا 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 الجزائريه هذه ونشكروا المخرج ونشكروا كاع البيرسونال تاع الجزائريه على النداء هذا واني فرحان بزاف انا جيت سيرتو على المرحوم جيت فرحان بزاف بزاف سيرتو كيعرف باللي زعما عليه فرحت ما نكذبش عليك ونشكروا مرحبا بك كان في كل وقت في الجزائر يا وان